يعني انا لازم اشكر علي النحال وسمير عكاشه طبعا على الاغنيه والفيديو كليب الهايل ده، حاجه بصراحه يعني هو ده اللي يخلينا بصراحه جسمنا اشعر ويخلي ممكن دموعنا تنزل من عظمه وكيان النادي الاهلي وجماهيره العظيمه في كل مكان، لكن عمري ما تنزل دموعي على ان النادي الاهلي ممكن يتكسر او ممكن ان هو من الهزايم والكلام ده كله، استحاله. النادي الاهلي عمره ما بيتكسر، النادي الاهلي عمره ما ينزل دموعنا عشان احنا يعني خايفين. النادي الاهلي ما يخوفش، النادي الاهلي دايما سند ودايما قوي ودايما قوي بيكم، وطبعا بربنا وبالجمهور الكبير جدا والجمهور العظيم جدا اللي بيقوم كل حاجه بصراحه في جنبات النادي الاهلي. عشان كده بقول لكم جسمك يا اشعر ممكن دموعك تنزل من هيبه النادي الاهلي، من شكل النادي الاهلي، من بطولات النادي الاهلي، من انجازاته، من تاريخه، من كل حاجه فيه. يعني بصراحه بشكرك جدا يا سمير على الفيديو كليب الجميل ده، اكيد الجماهير الاهلاويه يعني عارفه قيمه النادي الاهلي، الجماهير الاهلاويه زعلانين زي ما احنا زعلانين على اللي بنمر بيه، لكن ان شاء الله وانتم عارفين ومتاكدين ان الاهلي هيرجع ويرجع بسرعه جدا. في اخطاء كتير جدا، في اخطاء عمرنا ما بننكر ان في اخطاء، لكن الاخطاء بنعالجها وبنعالجها بسرعه جدا. واتكلم معاكم وبنتكلم معاكم، قلنا نتكلم معاكم بمنتهى الصراحه ومنتهى الشفافيه طالما في ازمه، واحنا في ازمه بسيطه ان شاء الله هنعدي منها، وهنعدي منها بثبات قوي كمان زي ما الاهلي معودكم. وطول ما انتوا في ظهر النادي الاهلي على الحلوه والمره، واحنا دلوقتي في مر، والنادي الاهلي محتاجكم قوي قوي قوي، ومحتاج لكل المحبين، المحبين بجد، محبين الاهلي بجد اللي بيعشقوه فعلا، سواء الجمهور اللي بيحضر في الماتشات، سواء على السوشيال ميديا، الصفحات الكبيره جدا اللي بتجمع اهلاويه كبيره جدا بالملايين، عشاق فعلا للنادي الاهلي. لازم ندعم ولازم نقف ولازم يعني نتحدى اي حاجه تمس النادي الاهلي، وانتم مطمنين وانا متاكد، لكن خوف وخوف طبيعي، مفيش اي مشكله. انا نسيت ان انا ارحب بيكم طبعا، انتوا يعني احنا بنكون موجودين عشانكم، فاكيد انتوا المكان بتاعكم ترحبوا بينا انتوا يعني، فبيتكم النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، اي حاجه بتمس النادي الاهلي طبعا دي بيتكم، وانتوا بتخافوا عليها قبلنا وعارفين ومقدرين. عشان كده احنا بنكون زعلانين والله العظيم في المقام الاول والاخير على زعل جمهورنا، مش على بطوله بتروح او ماتشات بنخسرها، بنبقى زعلانين جدا على زعل جماهيرنا الاهلاويه الكبيره جدا والعظيمه جدا واللي راسها مرفوعه جدا جدا جدا، دايما راسهم مرفوعه. مش عايز اتكلم يعني، مش عايز اتكلم واقول، وانا قلت امبارح، قلت امبارح لو اتكلمنا احنا ممكن الناس تستخبى مننا لو اتكلمنا، يعني عندنا حاجات كتير جدا تخلينا فخورين واحنا بنتكلم، عندنا حاجات كتير جدا تسكت وتخرس اي حد ممكن ان هو يلمح عليكم بس بحاجة. احنا بنزعل على زعلكم، واكيد النادي الاهلي بيبقى مقدر جدا جماهيره، عشان كده بتصرفوا بسرعة جدا. ان شاء الله نتدارك كل الاخطاء وبسرعة نرجع تاني، ومش عايز اقول عادي بقى، هو يعني اللي بيفهم عادي بمعنى ان هو عادي ان احنا نخسر طبعا، الكلام ده لا طبعا، لكن الخساره وارده في الكوره، لكن هي مش في قاموس النادي الاهلي، مش في شكل النادي الاهلي. النادي الاهلي عودنا على حاجه عايزين نفضل متعودين عليها احنا كجمهور، لكن مش عارف بصراحه. يعني كمان اللي بيضايقنا ان دلوقتي ناس بتتكلم وبتبقى زعلانه من قلبها، الناس اللي تسوى واللي ما يسواش دلوقتي بيتكلم كمان، فده اللي بيضايقنا كمان. يعني مش عايزين اي حد يا جماعه، النادي الاهلي عمره ما هيبقى يعني في مجال التعاطف، النادي الاهلي طول عمره كبير، وطول عمره هو اللي بيحط الناس تحت جناحاته، وطول عمره هو اللي نسره محلق فوق ومحدش عارف يوقعه. ممكن النسر يريح شويه، يكون تعب بقى من كتر التحليق، بيريح شويه كده عشان يشم نفسه تاني ويرجع يطير تاني ويحلق تاني ويجيب بطولات وكل حاجه يعني. فما تزعلوش، ودايما زعلكوا الناس يعني بتفضل ما بتنامش عشان يرضوكوا بسرعه جدا، وعشان النادي الاهلي يرجع بسرعه جدا. ولو انتم متاثرين يعني بالناس اللي بيتكلموا على السوشيال ميديا ولا الكلام ده كله، انا بقول لكم احنا ممكن نخرسهم خالص، بس احنا دايما بنتكلم بشكلنا وبادابنا، وان احنا الكبار دايما الكبير لما بينزل للي تحته بيقلل منه. يعني دايما الكبير لما بيبدا يتعامل بلغه الصغيرين هو بيقل، فاحنا مش هنقل، احنا مش هنقل. لكن انا عايز اقول لكم ان في ناس نقعت تيشرتاتها في الكلور عشان يرجعوا لونهم
من كتر ما نسر الاهلي بوظ التيشيرتات دي. مش هقول اكتر من كده. خليكم رافعين راسكم لفوق، اهلاويه اهلاويه. احنا دلوقتي عايزين كل المحبين وعايزين كل الجماهير نادي الاهلي في المره دلوقتي احنا. والمعدن الاصيل بيظهر في المره قبل الحلو. وانا عارف ان انتوا كلكم في المره قبل الحلوه دايما حمل النادي الاهلي، ودايما احنا بنبقى فخورين ان احنا ورانا جمهور قوي جدا جدا بحجم جماهير النادي الاهلي، بتخوف بهتاف واحد بس، بتقلب الدنيا بهتاف واحد بس. ان شاء الله تفضلوا سند النادي الاهلي وتفضلوا حمل النادي الاهلي على الحلوه والمره. ان شاء الله نرجع بسرعه على الحلوه، ان شاء الله النادي الاهلي يرجع يحلق ويطير تاني في العالي زي ما هو معودنا. اقول لكم اخبار بسرعه جدا وبعد كده هتكلم معاكم شويه كمان. انا متعود معاكم على الصراحه، انتوا بتزعلوا مني شويه بس انا متعود معاكم على الصراحه، وانتوا لما تفهموا كلامي قوي وتقدروا الكلام قوي هتعرفوا ان انا فعلا يعني مش هتزعلوا مني. الكابتن سيد عبد الحفيظ عمل اجتماع مع الدكتور خالد محمود عشان يشوف اسباب الاصابات الكتيره في الفريق. قلت لكم قبل كده واتكلمنا على الاصابات ان البحث عن سبب الاصابه اهم بكتير جدا من علاجها. قلت لكم قبل كده ان الدكتور خالد محمود مش ساحر، لكن مطلوب من الدكتور خالد محمود حاجات مهمه جدا. مطلوب منه ان هو يبقى فيه تشخيص مبدئي بمده الاصابه او بسبب الاصابه ايه او حجم الاصابه ايه او الاصابه فين. بعد كده بيطلع تشخيص بيقول يا جماعه لا الاصابه مثلا جور اجايت صاب في الركبه، هيفضل من كذا لكذا ويرجع الملعب كذا. عايزين نستعين بكل حاجه جديده في الطب. النادي الاهلي اثرت عليه الاصابات بنسبه كبيره جدا بشكل كبير جدا. اثرت طبعا، محدش يقدر ينكر. عشان كده هنتكلم كمان عن كل كبيره وصغيره في الفريق، ونتكلم كمان عن كل اللعيبه اللي موجوده. لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ انا قلت لكم احنا الاهم من المشكله حلها، والاهم من الـ مش عايز اقول وقوع، ان شاء الله مش هيحصل الكلام ده خالص. الاهم من الهزه ان ترجع بسرعه تاني، ده المهم. عشان كده دايما في ابديت على طول. سيد عبد الحفيظ بيجتمع مع خالد محمود، هيبقى معايا بعد قليل الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان كمان يطمنكم هو بنفسه. بيتكلم عن المصابين وبيتكلم عن اسباب الاصابات وبيتكلم ازاي يرجعوا. اصابات كتير جدا مستشفى الاهلي زي ما حضراتكم مسمينها في السوشيال ميديا، مستشفى فعلا عمالين كل حاجه كل ماتش يحصل اصابه، ما تفهمش في ايه، ما تفهمش في ايه. ساعات الضغط العصبي بيعمل لك اصابه. اللعيبه لسه برضو مش مستويه قوي، عشان كده تلاقي محمد شريف امبارح جاله فرصه لو جات له 60 مره يحطها جول، لكن الضغط العصبي بعد الجول الاهلي اتغير. تحس ان انت يعني قبل الجول كنت فريق خلاص بدات تشوف شكل الاهلي. اكيد حضراتكم متفقين معايا في الشوط الثاني بدات تشوف شكل الاهلي، والوان تو والثرو باس، وهشام محمد بيعمل لندفد اللي تشوف فيه بصراحة الكلام بيجيب ندفد. فاكرين ندفد اللي احنا كنا عمالين نقول ندفد يا كابتن حسام كفاية، يا كابتن حسام كفاية، كنا مسمينه ندفد حسام البدري. كريم ندفد دلوقتي هو اللي بيمثل الروح الحقيقية للنادي الأهلي. سبحان الله، قال لك أنا عمري ما أسيب النادي الأهلي لأن النادي الأهلي محتاج ولاده. أنا كريم بحييك كل التحية، راجل فعلا، راجل فعلا، وفعلا مقدر قيمة النادي الأهلي وتيشيرت النادي الأهلي، وكل اللعيبة إن شاء الله يقدروا تيشيرت النادي الاهلي. فشفنا شكل كوره حلو قوي لغايه لما جه فينا جون رخم قوي قوي قوي، خطا بديهي وخطا عمره ما يتكرر خالص يا جماعه خالص. بديهيات الكوره او الالف ب في الكوره او اي بي سي في الكوره بتقول ان انا بقفل عمق الدفاع بتاعي، اتنين المساكين بيبقوا في ظهري شريف اكرام، في ظهري شريف اكرام، لو راح واحد بيفضل واحد. بديهيات الكوره، ما ينفعش انا اسرح مع الفرود واروح خدني يمين واخدني شمال، لكن ماشي خلاص خلاص مش عايزين نفتكره. يعني كوليبالي، كوليبالي برضو فرحنا في الاول، اول ما جه وقعدنا نقول كوليبالي، يعني مش عايزين ننسى يا جماعه، مش عايزين ننسى، مش عايزين الزعل. دايما الزعل بياخدنا في حتت كده وبيخلي بقى الناس يدخلوا لنا بقى في الحتت دي، لكن احنا نقفل على بعضنا، احنا نضرب بعض، نشتم بعض، محدش يدخل بينا. ده اللي احنا عايزين نعمله، محدش يدخل بينا خالص. كوليبالي جه في الاول فرحنا وقلنا كالتيرون جاب صفقه من العيار الثقيل وكنا محتاجينه جدا وكان بيجيب لنا جوان وكان، ما تفهمش ايه اللي بيحصل. الضغط العصبي يخليك مش انت خالص خالص. بعد ما جه فينا الجول تحس خلاص كنا ممكن فينا يجي فينا جون تاني وتالت ورابع، بس الحمد لله. فمحتاجين نرجع بسرعه. عشان كده بقول لكم الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني ماشي ماشي ماشي
ماشي، بفكركم بس وبنفكر الناس بكوليبالي. ماشي ماشي، انا قلت قبل كده يا جماعه، قلت استحاله استحاله حد في النادي الاهلي يقصر في اي شغل هو فيه، استحاله استحاله تاني، استحاله اي حد في او منتمي للنادي الاهلي يقصر في اي حاجه هو مكلف بيها. هي بتبقى امكانيات وضغط وتوجيه من الشخص القائم، يعني مدير فني، انا حد هنا عندي بيشرف عليا، هو بيقول لي مثلا عايزين شكل الشغل كذا، عايزين نعمل الشكل كذا، فهو بيخلي امكانياتي بتروح في الحته دي. لكن مفيش حد بيقصر خالص، اي مركز حد بيمسكه داخل منظومه النادي الاهلي محدش بيأثر فيها خالص، الحمد لله يعني. سيد عبد الحفيظ قال في اخطاء وبنعترف بيها ولكن جاري الاصلاح، وده هنشوفه في فتره الانتقالات الشتويه. مهما نقول دلوقتي انتوا عارفين في ناس قاعده يعني ما بيصدقوا يسمعوا اي كلمه كده النادي الاهلي بيفكر في لعيب يروح رايح جايبه، فما ينفعش احنا نقول هنجيبه هنجيبه هنجيب. لكن فتره الانتقالات الشتويه مش يعني ان انا اقول لكم دلوقتي الصفقات مش هيفيد قوي، هطمنكم بس مش هيفيد قوي. لكن في صفقات ان شاء الله، وفي صفقات مبشره جدا، وفي صفقات انتوا طالبينها وان شاء الله تكون موجوده في فتره الانتقالات. ده اللي بيتكلم فيه كمان سيد عبد الحفيظ، وقال يا جماعه ما تركزوش مع النادي الاهلي لان في حمله ممنهجه ضد النادي الاهلي. عادي جدا، النادي الاهلي طول عمره متعود على الكلام ده، لكن هي زادت شويه. بيتكلم ان في بلاوي سودة في انديه تانية، بس انتوا يعني شوفوها او اكتبوها او يعني تطرقوا اليها شويه، ما تركزوش مع النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني اي حد بيكتب عليه النادي الاهلي تلاقي الخبر داخل يقراه ناس، معروف الكبير لما حد يكتب عليه هو بقى عايز، عارف اللي هو بيتمحك في حاجه كده يعني، مش عايز اقول كمان حاجات تانية انتوا عارفين طبعا الكلام، فهو عايز يعمل حاجه يروح كاتب على النادي الاهلي خبر، قايل على النادي الاهلي اي حاجه. واحد ملوش 60 لازمه يطلع يعمل لك ان هو خايف على النادي الاهلي، مش عايز، انتوا عارفين يعني كفايه ان انا كل مش عايز كل شويه انا اتكلم عليه، كل سنه اتكلم عليه. الجمهور بيحس مين بيحب النادي الاهلي بجد ومين طالع يمثل بقى ويعمل، ودموع اساسا يعني تقرف اساسا لما تشوف المنظر، بتقرف جسمك يقشعر. وفي ناس لا، ناس لما يتكلم عن النادي الاهلي طبعا انت لازم تحس منه وتحس بالنبض العام، لا هو قلقان انت تقلق، هو خايف انت تخاف، من خوفه ومن شربه ومن اكله في نادي الاهلي وحبه بيتكلم من قلبه من بحرقه، فعشان كده لا طبعا ده يتحط على الراس. وفي واحد تاني ملوش في ما يعرفش اصلا الكره مدوره ولا مستطيل، ما يعرفش، هو حد بيقول له يقول وكده وعشان يكسب تعاطفه في الناس، لكن خلاص بقى يعني الناس زهقت وقرفت وبلاش الاسلوب ده، فككوا منه اساسا. الكابتن سيد قال ان شاء الله ان شاء الله الاخطاء في طريقها للعلاج، وان شاء الله كل حاجه هتكون في نصابها الطبيعي. ده كان كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، رجل الازمات، ان شاء الله يبقى معايا بعد شويه. شوفوا لنا الكابتن سيد يا جماعه. محمد يوسف قعد مع وليد سليمان على هامش مران الاهلي، عارفين حضراتكم ان عندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت اللي جاي مع بتروجيت. يوسف قعد مع وليد سليمان عشان يتكلم في دور وليد سليمان في الفترة المقبلة، وقد ايه دوره كبير جدا، قد ايه كل اللعيبة الكبيرة دورها كبير جدا، زي ما دور الجماهير، واتكلمت على صفحات السوشيال ميديا اللي بتضم اهلاوية كتير جدا محبين جدا للنادي الاهلي. مش عايز اسمي، انتوا عارفين، لكن انا مش عايز اسمي عشان في صفحات ما شاء الله يعني محدش يزعل لو نسيت اسم، لكن كلكم محبين وكلنا لازم نبقى في ظهر النادي زي ما انتوا معودين النادي. زعلكم متقبلينه جدا، نقدكم متقبلينه جدا، قلت لكم انتوا ليكم حق تعملوا اي حاجه مع اللعيبه عشان بعد ربنا سبحانه وتعالى انتوا ليكم فضل كبير جدا على اللعيبه دي وعلينا طبعا. كانت الجلسه مطوله مع وليد سليمان، كان فيها يعني ان احنا عندنا مضغوطين جدا وعايزين نشيل الحاله السلبيه ونتكلم مع لعيبه، زي ما هيتكلم مع حسام عاشور، زي ما هيتكلم مع احمد فتحي، زي ما هيتكلم مع كل اللعيبه الكبيرة. وأزارو بيخضع لفحص طبي الخميس إن شاء الله عشان يشوف هيبقى موجود في التدريبات الجماعية إمتى. ماشي طيب، أنا
يلا ناخد كابتن سيد عبد الحفيظ نجم الاهلي ومدير الكره في النادي الاهلي عشان يطمنكم هو بنفسه على النادي الاهلي في الفتره الجايه. كابتن سيد اهلا بيك. وحشنا ومفتقدينك. الله يخليك، يلا بالتوفيق ان شاء الله. لكن طبعا في مكان يعني كنا محتاجينك فيه جدا. الله يكرمك يا رب. ربنا يخليك. يعني انا مش ما فيش اسئله محدده يا كابتن سيد، الجماهير عايزه تطمن منك في قناه الاهلي طبعا، عايزين يطمنوا منك على كل حاجه وعايزين نشيل القلق اللي جوه قلوب الجماهير الاهلاويه. بص، يمكن في ظروف صعبه بالتاكيد، مش سهله، يمكن بتمر مرحله مش اكيد مش في مكانة النادي او في الفريق، لكن الشغل هو اهم حاجه في الفتره ديت دايما، ودايما او الحياه بتعلمك ان القياده السليمه والاساسيه بتيجي في المواقف الصعبه، يعني المواقف اللي انت محتاج تعديل الكفه. احنا في موقف زي ده دلوقتي، تمام بنتعرض له، سواء ممكن ما يبقاش اتعرضنا له كتير في حياتنا، لكن اتعرضنا له قبل كده. تمام. ممكن كان مواقف قبل كده في التسعينات او في الستينات او في جزء من السبعينات ولا حاجه، لكن في النهايه تعرضنا له. كنا بنتعامل معاه ازاي؟ كنا بنتعامل معاه ان دايما الاجهزه الفنيه او اللعيبه او كل واحد حواليه بالفرقه كله بيبقى بايد واحده، وكله بيحدد هدف واحد ومصلحه واحده اللي هي مصلحه النادي. تمام. احنا على اطار الشغل اللي احنا فيه دلوقتي، في شغل داخل الملعب مهم جدا للعيبه، مسؤوليات اللعيبه ومسؤوليه النادي عليهم وقيمه المكان عليهم وقدر المكان عليهم او قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه، هم لازم يبقوا عارفين كويس جدا المسؤوليه اللي عليهم باذن الله. في شغل كمان خارجي تحضيري بنشتغل فيه من ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول اللعيبه اللي موجوده في الوقت الحالي المميزه، ولعيبه ترجع من الاصابات باذن الله، ولعيبه يتم تدعيمها في يناير تليق بمكانه واسم النادي الاهلي. جميل. ويمكن كل مرحلة وانت بتعمل فيها اتفاقات او عقود، يعني بتبقى في مرحلة بتقول لا انا هعتمد شوية على صغار السن، عايز اعمل خطة مستقبلية. تمام. اعتقد ان دي في الفترة اللي فاتت عملوها النادي، عملها بشكل كويس، لكن الفترة الحالية اللي احنا فيها بتتطلب مجموعة من الاسماء واللعيبة اصحاب الخبرة اصحاب الامكانيات والقدرات العالية. جميل قوي. اللي هي ما بين السن من 24 ل 28. تمام سنة. تمام. احنا ماشيين وقطعنا شوط كويس جدا فيها باذن الله. ان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى قريب جدا 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 ان شاء الله. تمام. كلام جميل جدا يا كابتن سيد، وطبعا انا متعود معاك على الصراحه، والجماهير بصراحه محتاجه المصارحه الحقيقه، واحنا متعودين معاك على كده. عايزك تطمني على الاصابات، كنت لسه بقول خبر ان حضرتك قعدت مع الدكتور علشان تطمن على الاصابات وتعرف سبب الاصابات. برضو يا كابتن سيد الجماهير بتقول اسباب الاصابات الكثيره ايه؟ بص، يعني امبارح بتاع امبارح خلاص انا مش عايز افكر فيه كتير. تمام. الكلام بقى مع الواقع. تمام. عندك مجموعه قربت، يعني ممكن وليد ازارو ان شاء الله الرحمن يبقى خبر كويس ان هو يخش معنا بكره ان شاء الله الرحمن، هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. كان عنده كلمه جديده جدا في وش رجله، ان شاء الله الرحمن باذن الله بكره تبقى الدنيا احسن بالنسبه له. وعمرو السوليه بيتكلم في عدد ايام قليل جدا ويدخل مع فرقه، ممكن مباراه بتروجيت تبقى صعبه لكن اللي بعدها جاهز. في احمد فتحي ان شاء الله الرحمن برضه ممكن تبقى الفتره قريبه جدا في دخول اللقاء للمباريات. محمد هاني نفس الكلام. دي بتزود من فعالياتك وايجابياتك. يمكن حتى من المواقف لو انت جايب قوام ناس، يعني ياخد اللعيبه اللي اصحاب الفروق والاصحاب المميزات في النادي الاهلي، مش هيبقى دقيق قوي كده. بالظبط. عندك اشعياء وعندك عندك علي معلول، عندك مستشفى كابتن سيد، مستشفى عندك احمد فتحي، عندك عمرو السوليه، عندك صلاح محسن حتى امبارح. لكن وارد في الحياه وارد في الكوره هتتعامل مع الموقف، عشان كده بقول لك عندنا ثلاث محاور بنشتغل عليهم. المحور الاول اللعيبه المميزه دلوقتي، الناس اللي هترجع من الاصابه، والمحور الثالث او النقطه الثالثه هي اللعيبه اللي يتم استخدامها او تدعيمها في يناير. لما تجمعهم على بعض ان شاء الله الرحمن نعمل فرقه كويسه جدا 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 في بدايه الشهر باذن الله. لكن عندنا مباريات برضه هنتعامل معاها بمنتهى الايجابيه ومنتهى الاصرار ان احنا نفوز فيها باذن الله، عشان الدنيا ما تبقاش بعيده. يا رب يا كابتن سيد. يعني اخر سؤال هساله لحضرتك علشان عارف طبعا كميه الضغط اللي عليك. كابتن محمد يوسف طبعا كل الثقه ليه، لكن الجماهير بتتساءل عن المدير الفني القادم للنادي الاهلي. مش عايزين اسماء، لكن عايزين برضه نطمن الناس على هذا الملف. لا، الملف ده مع كابتن محمود، تمام، يعني مطروق بالكليه، فمش عايز اقول معلومه لا تبقى ناقصه ولا تبقى بعيده. اكيد
اكيد لا انا بتكلم ان الموضوع يعني انتوا شغالين فيه لكن لم يطرح اسم بعينه او لم يتم التاكيد على اسم بعينه. لا مش عايز اقول حاجه يعني دلوقتي بنسبه كذا من 40 بنسبه 60 انا الملف كابتن حميد مع كابتن محمود فكل واحد بيبقى يعني عارف الدور اللي هو فيه او المرحله اللي انت فيها بتتطلب اختصاصات معينه وبتتطلب ادوار معينه عشان زي ما بقول لك عايز اوصل في شهر يناير ده ان انت يبقى عندك لعيبه مميزه موجوده بالفعل ولعيبه مميزه تراجع من اصابات ولعيبه مميزه يتم التدعيم فيها ده اللي انا هدف اللي انا عايز اوصل له وان شاء الله الرحمن باذن الله قادرين ان احنا نعمل حاجه كويسه فيه وقطع نشاط كبير جدا جدا في الفتره اللي فاتت فيه فان شاء الله الرحمن باذن الله نوصل لده يعني خصوصا كمان ان السنه دي تحديدا هي سنه مش عايز اقول فيها تحديات كبيره وبس فيها كمان بطولات كتير يعني ابتداء من شهر يناير لحد شهر اغسطس في عدد من البطولات كتير في بطوله افريقيه بتبدا وتنتهي في كمان سوبر مصر السعودي في سوبر محلي في دوري في كاس فانت داخل من شهر يناير لحد النهايه بتتكلم في 5-6 بطولات يعني اكيد يا كابتن في تحديات كتيره جدا لكن انتوا قدها وقدود الاهلي طول عمره معودنا دايما ان هو دايما بيبقى يعني عنده حسن ظن جماهيره كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي شكرا جدا على هذه المداخله والتوضيحات الهامه جدا واتكلم معاكم بصراحه جدا يعني قال ان كنا الفتره اللي فاتت بندعم بلعيبه صغيره السن لكن الفتره دي خلاص ما فيش الكلام ده خالص ده خبرات ما بين 24 سنه ل 28 سنه او 29 سنه ملف المدير الفني انا فتحته قدام حضراتكم علشان برضو تعرفوا الدنيا ماشيه راحة لفين لكن طبعا الملف مع الكابتن محمود خضيب ان شاء الله يرجع بالسلامه عشان يحسم هذا الملف الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم ان كل حاجه ان شاء الله في شهر واحد يعني بعد اقل من شهر ان شاء الله تكون في مسارها الصحيح اطمنوا وطول ما فيه في النادي الاهلي طبعا ربنا معانا قبل اي حد وجمهور دايما في ظهر فرقته وناس بتخاف على الفريق كل حاجه كل المشاكل وارده وكل الاخطاء وارده لكن ان انت تتمادى في الاخطاء ده اللي مش وارد ولا في قاموس النادي الاهلي اللي وارد في قاموس النادي طالما في خطا بيتصحح وبيتصحح بسرعه جدا لو على حساب اي حد ده ملخص كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ قلت لكم اكمل لكم اخبار النادي الاهلي يوسف بيجتمع خلاص مع وليد سليمان وازاره زي ما قال الكابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله يكون جاهز اليومين اللي جايين ومحمد هاني بينتظم في مران النادي الاهلي وكابتن بعيد بقى عن النادي الاهلي حماده صدقي الكابتن حماده صدقي مدير فني للجونه خلفا لهشام زكريا كل التمنيات لكابتن حماده صدقي كان معايا امبارح بس الظاهر ما رضيش يقول لي كان عامل لنا مفاجاه ماشي يا كابتن حماده الف مبروك ونبارك طبعا النادي الاسماعيلي بفوزه على بطل بروندي بهدف نظيف احرزه طارق طه في الدقيقه 47 بدايه مبشر النادي الاسماعيلي عايزينه يرجع بسرعه كمان النادي الاسماعيلي في مستهل مشواره الافريقي دي كانت اخبارنا للنادي الاهلي وان شاء الله موضوع الجماهير كان فيه اجتماع للنادي الاهلي علشان يشوفوا موضوع الجماهير. قبل ما ناخد ضيوف الكرام عايز اقول لكم بس زي ما احنا متعودين وبتكلم معاكم بمنتهى الصراحه بمنتهى الصراحه. قبل ما كالترون يجي النادي الاهلي كان معاه قايمه تعالوا كده نحصرها مع بعض ونقول الاسماء مع بعض. كان معاه قايمه فيها من اول حراس المرمى محمد الشناوي شريف اكرامي علي لطفي ثلاث حراس خلي بالكم الاسماء دي لما جينا احنا نتكلم عليهم او نتعاقد معاهم الدنيا كانت عامله ازاي والناس كانت عامله ازاي كان عندنا مساكين ست مساكين كان سعد سمير معاه محمد نجيب معاه احمد علاء معاه محمود الجزار معاه ايمن اشرف لو بيلعب مساك وجي كالترون جاب سريف كولوبالي يعني بقينا سبع مساكين تمام كان عندنا في الجبهه اليمنى احمد فتحي محمد هاني وباسم علي انتوا شايفين الاسماء كان عندنا في الجبهه اليسرى علي معلول وايمن اشرف لو استعنت بيه كظهير ايسر مع صابر رحيل كان عندنا في خط الوسط حسام عاشور عمرو السوليه هشام محمد كريم ندفد اكرم توفيق معاهم عمرو بركات قبل ما يطلع قائمه انتظار كان في الوسط المهاجم 11 لعيب محمد شريف ميدو جابر اسلام محارب محمد شريف مؤمن زكريا خلاص محمد شريف لا 10 لعيبه محمد شريف تاني ميدو جابر اسلام محارب مؤمن زكريا وليد سليمان احمد الشيخ احمد حمودي وناصر ماهر واحمد
حمدي وجونيور أجاي قبل ما يطلع قائمة انتظار عشان الإصابة. خط الهجوم كان فيه أربعة: مروان محسن، وليد أزارو، وصلاح محسن، وأحمد ياسر ريان، ومعاهم عمرو جمال قائمة انتظار. أنتوا متخيلين الأسماء؟ أنتوا متخيلين؟ إحنا بنتكلم بصراحة بقى مع بعض أنا وأنتوا، يعني لما أنا أبقى مدير فني ومعايا الأسماء دي كلها، إيه اللي يجي في دماغي؟ إن أنا يعني معايا أسماء كبيرة، لما كنا بنجيبها كانت الجماهير بتبدي يعني سعادتها من الاسماء اللي احنا بنجيبها، فالطبيعي جدا ان انا هستنى عشان اشوف اللعيبه دي رد فعلها يبقى معايا ازاي، ان انا اشكلها، ان انا بقى اطوعها، ان انا يعني افرض عليهم طريقتي او احفظهم طريقتي. انا بديكوا اسئله عشان تفكروا فيها، عشان ما تقولوش او محدش يقول لكم اصل كان ممكن نجيب ونعمل ونعمل ونعمل. دي الاسماء اللي كانت موجوده، شايفين في كل مكان قد ايه، لكن بعد كده بان ان في تقصير، بلاش تقصير، بان ان في امكانيات، ممكن ان في امكانيات اعلى تيجي، ضغط عصبي مش مستحمله فطلع امكانياته كده. عشان كده ده كان الموجود، واسماء كبيره جدا، واسماء كان كل الجماهير متفقه عليها، وكان بينها صراعات بين الانديه والنادي الاهلي كان بياخدها. بعد كده بقى ايه اللي حصل في الكواليس ده اللي النادي الاهلي بيعالجه دلوقتي؟ أرجو أن نكون حضراتكم فهمتوا أنا عايز أقول إيه، لكن العلاج مطلوب، العلاج بسرعة مطلوب جدا جدا جدا، وده اللي اتكلمت فيه مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وقال إن شاء الله أن كل حاجة ترجع في مسارها الطبيعي. يلا نطلع فاصل عشان بقى نستقبل ضيوفنا الكرام الكبار، كباتن مصر والنادي الأهلي كابتن كبير كابتن ماهر أمام، وكابتن كبير كابتن شريف عبد المنعم، والكابتن كبير كابتن أسامة حسني. فاصل واستنونا. جديد نورني طبعا وشرفني نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم، اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن ميدو. كابتن مرهم امام، اهلا بيك كابتن اسامه. ازيك يا كابتن ميدو، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، ولا انكسار ولا انهزام، عودتنا نفسك متحلق في جميع البطولات، ولا يهمك يا اهلي. ايه يعني ماتش في الدوري هجوم هجوم هجوم، وبتلعب ماتش 10 على 10 بيخش فيه الجول، ولا يهمك كابتن، ان شاء الله هتتعود. مفيش حاجه كده عطف، وفي في قاموسنا انكسار وانهزام يا كابتن، ما عندناش احنا الكلام ده، احنا نسر يحلق في سماء البطولات. كابتن ماهر، هو وارد على البطل ان هو يجي له فتره واخد بالك، يحصل نوع من الدروب احنا بنسميه بلغه علم التدريب، لكن القيمه والقوامه وشخصيه البطل وشخصيه نادي قرن عنده من الكفاءات، مجلس اداره باجهزه فنيه على اعلى مستوى، لاعبين ليهم دور كبير جدا في المرحله القادمه. كابتن ميدو هنتكلم على الجزئيه دي بشكل واضح. عايز اقول لك ان المراحل ديت مرت على عصور النادي الاهلي، والنادي الاهلي يمكن انا واحد من الناس مريت بالعصور دي. كابتن محمود الخطيب ربنا يرجعنا بالسلامه مر بالمرحله دي، كابتن سيد عبد الحفيظ اللي موجود في الجهاز الفني الحالي مر بالمرحله دي، كابتن محمد يوسف مر بالمرحله دي. انا عايز اقول لك ان احنا عندنا من الخبرات وعندنا من الدرايه وعندنا من التجارب ان احنا يحصل كده ونقدر نقوم مرة تانية إن شاء الله بإذن الله يرجع النادي الأهلي في قيمته اللي عودنا عليها. أكيد أكيد يا كابتن ماهر. كابتن أسامة برضو يعني لازم برضو أخذ رأيك في القصة دي. الأهلي بيدفع ثمن إن هو بيطبق مبادئه، المبادئ اللي من سنة 1907 لحد دلوقتي اتبني عليها النادي الأهلي، مش البطولات، المواقف. جميل. اللي بيذكرها التاريخ. جميل. دلوقتي مجلس الإدارة بيدفع ثمن ان هو اثر على مبادئ النادي الاهلي تكون موجوده. هل مجلس الاداره مش عارف انه يتحارب؟ عارف انه يتحارب، عارف يتحارب في لعيبه، عارف انه يتحارب في عدم دخول الجمهور للمدرج، واثر على مبادئ النادي الاهلي. جميل. دلوقتي النادي الاهلي بيدفع ثمن ان هو عايز يقول دايما مبادئ النادي الاهلي موجوده، وخلي بالك في الاخر دايما بتنتصر مبادئ النادي الاهلي، لازم لو غابت البطولات فتره، لكن مبادئ النادي الاهلي هي اللي بتستمر عبر سنين طويله من الزمن، بيتوارثها الاجيال، بيتوارثها لعيبه، بيتوارثها ادارات مجلس النادي الاهلي، فدايما النادي الاهلي هو اللي بينتصر في الاخر. اللي احنا بنمر بيه ده لو كبوه ممكن تقعد فيها شهر، تقعد فيها شهرين، لكن هترجع اقوى من الاول عشان تصح المسار. جميل. ممكن في امور فنيه ان شاء الله تتظبط مع انتقالات يناير، يتم تدعيم
بشكل قوي، بالرغم انك ممكن تتحارب برضو في تدعيمات يناير، لكن ان شاء الله هتدعم بشكل كبير لفريق النادي الاهلي. بس جدعانه بقى هنا يا كابتن ميدو، انت عندك من هنا لما توصل يناير جدعانه والشطاره بتاعت اللعيبه، وانا بقول للعيبه ان لعيبه النادي الاهلي عليها دور مهم جدا في شهر 12 ده. شهر 12 ده عندك 6 مباريات مهمين جدا، دول هيخلوك دايما ان شاء الله تقدر تنافس على بطوله الدوري. والنادي الاهلي ما بيسلمش بالساهل، يعني ما بيفرطش البطوله بالساهل، لا دايما بيحارب في كل بطوله لاخر نفس. عندك 6 مباريات، ازاي بقى الجدعانه والشطاره ان انا ما افقدش نقاط في الست مباريات دي، عشان لما اروح يناير ان شاء الله يبقى عندي التدعيمات بتاعتي القويه اقدر انافس. والنادي الاهلي لما بيدخل ويدخل في المنافسه لا يعني بيعرف ينافس وبيستمر ونفسه طويل ان شاء الله. لو لما يتم التدعيم في يناير عندك من يناير لشهر 5 أو 6 بتتكلم في بطوله كاس مصر، في بطولات كتير، بتتكلم في السوبر المصري، بتتكلم في بطوله افريقيا، بتتكلم في بطوله دوري، عندك بطولات كتير من يناير لنهايه الموسم. بس النهارده يعني لازم الكل يتكاتف في شهر 12 ده، ده انا بقول لك ده شهر مهم جدا. ازاي تتكاتف كلنا كجمهور نادي الاهلي ورا فرقتنا، ازاي نتكاتف كلنا كلاعيبه لعبه كل الاجيال، سواء جيل الكابتن شريف والكابتن ماهر او جيلي او كل الاجيال اللي مرت في تاريخ النادي الاهلي، ازاي نقف جنب فرقتنا خلال الفتره اللي جايه وكم جهازنا الفني عشان نقدر ان شاء الله نعدي شهر 12 ده لبر الامان. في شهر 1 يتم التدعيم ويتم الاستعانه بمدير فني اجنبي يعني يقدر ان شاء الله يبقى ليه رؤيه مميزه خلال الفتره الجايه. والنادي الاهلي عبر السنين كلها لا باي كبوه بتعدي عليه بيمر منها وبيمر منها اقوى من الاول، ودايما في الاخر مبادئ النادي الاهلي هي اللي بتنتصر. جميل قوي، جميل قوي، وده اللي بيخلي النادي الاهلي مختلف عن اي نادي تاني، وده اللي زي ما قال الكابتن شريف وكابتن ماهر وكابتن اسامه حسني، دايما النادي الاهلي نسره هو اللي بيحلق لفوق وهو اللي بيحلق بمبادئه قبل بطولاته. زي ما قال اسامه بصراحه كلام مهم جدا اتكلموه يعني نجوم الاستوديو النهارده، عشان كده هيفضل النصر الاهلي محلق في العالي بمبادئه قبل بطولاته، ولما النصر يريح شويه الغراب ما يفتكرش نفس نصر يعني، يعني استحاله. ولا ايه؟ ولا الغراب ممكن يفتكر نفس نصر يا كابتن شريف؟ ايش الغراب يقع سودا مش كده؟ ما تقلقوش والله، والله ما تقلقوا يعني، الحمد لله على كل شيء. والنادي الاهلي بسرعه بسرعه بيوقف اقوى من الاول زي ما قالوا ضيوفي الكرام. تعالوا نتكلم بقى عن الاسبوع اللي فات، اقول لكم بسرعه نتائجه كده من مباريات، نتائج مباريات الاسبوع 16. مصر مقاصه وانبي كانت مباراه حلوه قوي اتكلمنا فيها، انتهت 4-3، والانتاج الحربي المصري انتهى 0-0، حرس الحدود ودجله انتهى 4-1، وبتروجيت وسموحه انتهى 1-0 لبترو جيت، والزمالك والجونه انتهى 3-0، والداخليه والاسماعيلي اتاجلت عشان الاسماعيلي النهارده كان بيلعب فيه الدور التمهيدي لبطوله افريقيا، بنبارك له طبعا. والاهلي والمقاولين العرب انتهى بهزيمه الاهلي 1-0، مبروك للمقاولين ومبروك لعماد نحاس، بنكرر مباركتنا مره ثانيه. والنجوم وبيراميدز ده الماتش اللي هنتكلم فيه قدام حضراتكم على الشاشه، يعني النجوم خسر النهارده 2-2، وكانت في احداث هنتكلم فيها مع ضيوفنا الكرام. كابتن شريف شفت المباراه؟ شفت المباراه الحقيقه. اديني فكره كده عامه كده بسرعه كده. فكره عامه، ضغط مستمر من فريق بيراميدز، واخد المباراه بماخذ جدي جدا ان هو ما يسمحش باي مفاجآت جوه المباراه. ضغط كبير، تحركات اللعيبه المصريه اكتر من اللعيبه البرازيليه اللي موجوده، عايزين يبقى ليهم وجود، عايزين يقولوا كلمتهم مع حسام حسن المدرب الجديد بتاعهم. تحس ان في حاجات اتغيرت في فرقه بيراميدز من روح موجوده في الملعب جامده جدا، انما النهارده مش الفنيات العاليه، مش الفرق قبل ما كانت كده كان بيبقى سهل قوي ان احنا نشوف بعض الفنيات جوه الملعب. كينو ده بيتحرك زي ما هو عايز بقى، النهارده حالته مش وبقاله كام ماتش يعني ماتشين من ساعه ما مسك حسام حسن، وكينو مش لاقي نفسه لدرجه انه خرج بعد الماتش عمل خبط ايده مش عارف فين. لا مش هو اللي خبط ولا مين؟ لا لا هو خارج متعصب وبتاع، لا مش حاسس بنفسه في التوليفه دي، انما هم كفرقه الفرقه دي لا هو بره القصه خالص. هو طيب هقول لك انا دلوقتي هتقول لي مين اللي عور نفسه؟ الفرقه دي، لان انا كنت ركبت العربيه وجيت على هنا. الفرقه بتاعه بيراميدز الحقيقه عندها هدف واحد، هدف اللي هم الانديه الكبيره اللي هي بتلعب دايما على المكسب الحقيقه، انما
الصعب قوي ان هم يبقى فيه انت اللي جايب الحكام وانت اللي جايب من تونس وانت اللي طالب حكام جداد وبعدين يجي لك كوره ما فيهاش اي حاجه خالص ونرجع بقى تاني لنفس الدوشه اللي بتحصل على الخطوط ونفس العب واكسب. انت جايب جون عالمي النهارده نبيل دونجا شويه شوطه النهارده ميدو من 35 هدف في المقص حاجه من اجمل الاهداف اللي انا شفتها في الدوري الحقيقه. القرار وعدله الكوره والثقه وحاطط وش رجله وحاططها الراجل حاجه مفاجاه غير عاديه. جميع المحاولات وجميع اللاعبين بياخدوا. طب قول في حد غيرك؟ اخد كابتن احمد سامي المدير الفني للفريق النجوم. كابتن احمد سامي اهلا بيك وهارد لك على النار. الحمد لله ده جميل وبسلم على كل الكباتن طبعا. كابتن هارد لك كابتن اهلا بيك. انا والله والله ما بحب اكلمك وانت زعلان. انا مش عايزك تزعل. انت بتقدم كره جميله ومدرب عندك فكر وشغلك باين جدا فما تزعلش على ماتش او نتيجه راحت خلاص. الحمد لله يعني بس يعني انا اللي مزعلني بس يعني ما الناس بس تقول حق ربنا. انا مش عارف انا عايز حق ربنا بس سيبك من الماتش. انا حته ان حكام تيجي ثلاث حكام وخمس حكام ثلاث حكام ماتش وخمس حكام ماتش ده ما فيش دوري كده في العالم يا جماعه. يعني انا الناس بس تقول في الاعلام ده حق ربنا. انا عايز حق ربنا. انا بلعب جيم دفاعي. انا في فرق طبعا فرق بيراميدز وتجربه كبيره وتجربه كويسه. ما انت تجربه برضو يا كابتن احمد انت تجربه برضو كبيره وتجربه كويسه برضو. انا لسه جايلك في الكلام يعني تجربه النجوم برضو استاذ محمد طويله عامل تجربه مع الولاد اللي معاه من تحت وطلع بيهم دوري ممتاز ودي تجربه. بس هو في فرق طبعا التجربه بمليار جنيه وتجربه اقل بالظبط. حته ان انا بقى عامل الناس كلها مين اللي معاه مين اللي معهوش لا انت في خيط ما بين الموضوع كله. في خيط اسمه لوائح في قوانين في شروط في كل حاجه. ما ينفعش حكم مصر مثلا يغلط يبقى يجيب توازن. يعني الموضوع كده. انا ليا بنالتي. انا مقتنع ان ليا بنالتي لو في حكم ورا الجول كان اداني بنالتي بتاع صلاح علي. مقتنع بكده. لكن انا بتكلم سيبك من الاداء الفني. الاداء الفني احنا هكلمك فيه. لكن حته حق ربنا لازم الناس تقول حق ربنا. هو كابتن احمد يعني اعذرني لجهلي بالقانون التحكيم لغايه دلوقتي. يعني انا اجيب حكم دولي بعد ما حضرتك تقفل معايا عشان اعرف مدى قانونيه ثلاث حكام من خمس حكام. لا انا ماشي بالدوري بتاعنا بايه؟ خمس حكام صح ولا انا غلطان؟ تمام. ما لا قوانين تمام. انت من اول الدوري بتعمل كده. انا بقى اخش ليه في نص البتاع فرقه اجيب لها يا خلاص عايز تجيب من بره جيب خمس حكام. ما هو يعني ما ليه ثلاث حكام؟ ما هو برضه ما الموضوع كده ما فيهوش فير ليه؟ ما فيهوش. الماتشات بيبقى فيها مراقبه اكتر من بخمس حكام وفي ماتشات ما بيبقاش فيها مراقبه اكتر بثلاث حكام فنادي. فكده في ما في يعني في حاجه كده ما اسمها حق ربنا تقول بس. نفس المشكله دي والله احمد كانت برضه في مباراه المقاولين وبيراميدز برضه كان الكابتن علاء نبيل هو يتولى القياده الفنيه واشتكى برضه من النقطه دي. المفروض الكابتن صلاح وبعدين ده ملعبي ده يعني ده ملعبي وبعدين ما ينفعش تتبلغ بالكلام ده قبلها بيوم. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. ما تلعبش يا كابتن احمد لازم توصله الصوره برضك للمسؤولين قبليها زي ما اسامه قال ان مباراه المقاولين قبل كده حصل ثلاث حكام بس يا احمد. انا مش عايز اعمل مشكله يا كابتن. انا بقول الناس تقول حق ربنا بس. ايوه يا كابتن احمد بقول لك يا ابو حميد خد حقك انت كمان. انت لو ليك كلمه مع استاذ محمد طويله تقعدوا تعملوا اجتماع قبل كده وانت اللي يبقى لك الموقف الاول من المبادره. انا بس عايز انا احب انك تاخد حقك بجد يعني. انا بس عايز اسالك سؤال يا كابتن احمد. هل هو عادي ان احنا نلعب بثلاث حكام؟ مش عارف انت ماشي ازاي الدوري يا مين؟ خمس حكام. ماشي الدوري ازاي بخمس حكام؟ ليه ماتش كده وماتش كده؟ برضه كده مفيش عداله. تلعبش يعني ما انا طب هل انت يا كابتن احمد هل انت يحق ليك انا اسف معلش يعني هل يحق ليك ان انت تقول انا مش لاعب غير بخمس حكام؟ انا ما اعرفش. انا مش عارف بس انا انت خلاص انت من اول الدوري بتقول كذا. خلاص هات من بره تجيب حكام اجانب مفيش مشكله اجيب حكام اجانب بس تجيب خمسه. ما دي اللي لازم نسال فيها كابتن احمد واكيد هنجيب حكم دلوقتي يعني اللي عشان نعرف هل يحق. كل دوري يا ميدو كل دوري ليه نظامه. تمام. على حسب الاتحاد المحلي ده اللي انا عارفه. كل اتحاد محلي بيحط الشروط واللوائح بتاعه الدوري بتاعه وبتمشي عليه. الدوري التونسي شغال بخمس حكام. والدوري التونسي اعتقد ان هو شغال بخمس حكام وساعات بثلاثه برضه. في الفلوس. انا ما اعرفش. انت راضي عن فريقك النهارده يا كابتن احمد؟
طبعا جدا. انا بلعب تكتيك دفاعي وانا بدافع مع فرقه طبعا له كل احترامي فرقه كويسه جدا طبعا بيراميدز، بس انا برضو انا بعمل تكتيك دفاعي ان برضو بضيق مساحات لان اللعيبه برضو عندها قدرات الفرديه، والجون اللي دخل فيا واحد واقع حصل شوك للعيبه اللحظه، بدل ما يطلع الكوره بضغط جون ماشي ممكن يجيب جون بالشكل ده، بس هو مش تكتيك، هو حل من بره فردي وده اللي كنا بنلعب عليه. انا بلعب بمنتهى الامانه ان انا اطلع بتعادل، لو بشتغل بهجمه مرتده منظمه جالي فرص جالي فرص قليله وانا بلعب على كده، لكن طول الماتش لا، طول الماتش ما يعني مفيش مش عارفين يوصلوا للجول، وكل الكور اللي بتيجي حتى الفرص اللي بتيجي فطسانه، مفيش فرص سهله. طبعا بعد الجول لما جه طبعا عملت تغييرات، طلعت الفندر وبيبقى اربعه تحت الفيرود بشكل كده معين، طبعا حصل خطا اللي هو الجول الثاني لان كان كل الناس عايزه تعوض الجول ده، وارد كوره بخطا دفاعي دخل فيها جون الانفراد الثاني، خلاص يعني كان فاضل دقيقتين على الماتش المنتخب. طيب عايز اعرف ليه زعلت بعد الماتش؟ هل زعلت من النتيجه وان انت ما كنتش سهل الماتش، ولا كان في حاجه ثانيه زعلتك وخليتك؟ انا ما استاهلش اخسر. ايه؟ ما استاهلش اخسر. ما يستاهلش تخسر. انا اوكي انا مش عايزك تزعل. انا من وجهه نظري اكيد انا ما استاهلش. اكيد انا مش عايزك تزعل. قبل ما كابتن كل العوامل اللي عدل، ما تبصش لفرقه معاها فلوس وفرقه معاهاش فلوس، انت ليك خيط للموضوع ده اعمل الناس كلها واحد. فنيا انا بلعب بالمنظر اللي انا قلت لك عليه يا ميدو كابتن شريف، انا لعبت بالمنظر ده وانا بحيي فيك صراحه. عالم كتير بتلعب بيه اكيد. وخلي بالك المنظر ده انا ما لعبتش بيه ماتشات اللي فاتت، بلعب اوبن جيم ومن النواحي الهجوميه يعني، بس كل ماتش وليه قدراته. طيب كابتن شريف، عايزك يا كابتن احمد يسالك سؤال لو سمحت. ابو حميد ولا يهمك اللي جاي يتعوض ان شاء الله، وانت 16 بونت يعني انت مش زي الفرق اللي هي في القاع خالص وبتلهس يعني، انتوا فرقه محترمه وبتلعبوا كل الامكانيات اللي عندكم، بس انا ليا عليك النهارده حاجه واحده بس، عشان انا عارف ان انت بتقرا ملعب كويس وبتقرا فرقتك كويس وبتقرا الخصم، انت كان لازم تغير بدري النهارده، الضغط ضغط 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 على فرقتك النهارده، كنت لازم النهارده تعمل دم جديد في الملعب، يريح بس الديفنس عندك شويه، يدي انطلاقه شويه نص الملعب يستريحوا برضه، عشان هم بيلعبوا من اطرافهم، عندهم امكانيات، عندهم لعيبه كتير قوي عندها حلول في الملعب، فانت النهارده تحملت لغايه الدقيقه 78 هذا كل الشكل ده، كان معتقد انك انت ممكن النهارده، وكنت لسه انا هحلل الجمله دي بس قلت اقولها معاك بقى عشان ايه نلغيها حتى من التحليل، انت كان متهيألي يعني كنا حاسين ان انت محتاج تدعيم، او انت ما حبيتش تغير سيناريو الملعب بقى، حسيت كده انا، انت حاسس ان اللعيبه متكتفه وشغاله وفي فورمه، فانت انا كنت بتمنى بس انك انت تزق اثنين لعيبه تريح الدنيا شويه. هو بص يا كابتن، كلام حضرتك طبعا صح وكل حاجه، بس انت حضرتك انا بدات الماتش اسلام ده اصلا طرف من الناحيه الهجوميه، الفار مصطفى جميل، الثلاثه دول بيلعبوا تحت صلاح. تمام. هو هي المشكله الكبيره كان الشوط الاولاني، انا ما بعرفش بعد ما اقطع الكوره حته الاستحواذ ما بتقعدش كتير، فبتقطع مني كتير، فانا على طول اول ذا تايم مضغوط. احنا كانت هي دي المشكله. الشوط الثاني حاولت على قد ما اقدر حته ان انا اتاخرت في التغييرات، ده وارد لان اللعيبه كانت بتأدي بشكل كويس. محافظين على الشكل اللي انت محافظاه، ما حبش يبوظ الشكل بالظبط. قبل الجون يعني انا نزلت مهاب، هو لعيب كوره شويه بيلعب على قدام، جالي فرصه وجالي اللي هو البنالتي اللي انا بقول لك على حضرتك عليه، وجالي الكوره صلاح يمين جاله كورتين، واحده على الطرف شاطها فوق، واحده ثانيه شالها من فوق الجون حطها، كان ممكن اتعادل. ضربه جزاء اكيد يا كابتن احمد شفتها؟ انا ما شفتهاش، بس انا يعني صلاح قال لي وده قال لي لا راكب عليا وكده يعني. تمام وحسب، خلي بالك حسب قبل كده عليا في نص الملعب، عايز خمس حكام عشان كده، وحسبها فاول عليا يعني برضو يعني، طالما انت بتحسب اتجاه واحد ما هو حاجه، كل حكم ليه كونسبت تفكير معينه. تمام. بيحسب حاجات معينه، فانت في لعبات معينه انت من حقك يبقى عندك حكمين ورا الجول عشان يدوك حقك فيها. بالظبط. لكن انا هو ده اللي انا بقوله، لكن انا بالنسبه لي انت بتلعب فرقه كبيره جدا ومعاها جهاز محترم جدا، بس في نفس الوقت انا كنت طمعان في نقطه
اكيد حضرتك عارف لو حصل وان انا عملت هجمه مرتده بشكل معين كنا متمرنين عليها كان ممكن يجي برضه كنت بلعب على دي. اكيد وده حق مشروع جدا امبارح عماد النحاس عمل كده وكسب المباراه قدام الاهلي فده حق مشروع جدا بحقيقه توفيق في عدم توفيق يا كابتن وبشكرك جدا وما تزعلش وان شاء الله اللي جاي يكون احسن كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق بالك كابتن النجوم. احمد سامي عايزين نحييه برضه يعني من اول ما مسك النجوم وهو عامل شغل طبعا. واضح كمان طبعا. يعني انك تكسب الاتحاد السكندري في اسكندريه ده الكابتن حلمي من قبلها كان في مباراة تانية برضو قوية ده بيكسب يعني بفارق لا يعني كان قبلها مباراة بتروجيت الاستقال فيها كابتن طارق يحيى كان خسران بس هو موقفه في الدوري يا اسامة برضو مش مطمن يعني 16 بونت ده كان فين 16 ما انت عندك اصل انت عندك الفرق اللي تحت ليها مؤجلات يعني هو لاعب 15 ماتش دجله بس اللي معاه 16 ماتش الجونه 15 ماتش برده 16 نقطه في عندك بتروجيت برده 15 يعني كله يكسب ماتش يروح منزل الناس تحت عندك بقى طبعا بتروجيت عندك انبي متاجل لها لسه ماتش عندك المصري متاجل له 4 ماتشات او 5 ماتشات الاسماعيلي متاجل له 3 الحدود 16 ماتشات. اسكندريه 16 بالظبط تاجل حرب 16 كل الفرق دي خلي بالك لسه موجود ولسه هتلاقي الجدول ده هيتغير كل شويه اساسا الحاجه المميزه في الدوري ده ميدو شخصيه المدربين اللي احنا بنشوفها بصراحه يعني زي احمد سامي بنحييه طبعا على شخصيته وادائه وغيرته على فرقته النهارده احمد سامي زعلان انت بدات الحديث معاه بالامكانيات اللي في ايده ماهر فقال لك رد كمان قال لك لازم ازعل واتضايق لان انا عايز اكسب وعايز يبقى لي وجود احمد سامي غيور جدا صراحة غيور على فرقته دي حاجه جميله جدا المحترم اللي احنا بنحييه من خلال برنامجك هو عماد النحاس طبعا لكن عايز اقول ان احمد النهارده بيقابل برضك فرقه عندها ثبات في التشكيل عندها امكانيات اقوى منه اكتر منه ومعاهم مدرب برضك محنك يمكن حسام حسن من المدربين برضك اللي عندهم خبره بشكل كبير ده سؤالي ليك يا كابتن حسام حسن بعد ما تولى المسؤوليه الفنيه لفريق بيراميدز كابتن شريف بيقول بدا يظهر طبع عصبي شويه مع انه حسام حسن خلاص يعني هو بقى حاجه تقيله في التدريب شايفهم ازاي بعد حسام حسن مش هيهدى ولا يكن هو دي طبيعته دي شخصيته لا ما طبيعي وهو لاعب الحاله الفنيه يعني بتبان يا ميدو وانت لاعب فشخصيه اللاعب بتبان من خلال شغله من خلال اداؤه اللعب الدولي اللعب المحلي فحسام دي شخصيته بيلعب 90 دقيقه وهو قاعد بره انتقل بقى للمرحله الثانيه اللي هو بيحبها التدريب واخد بالك هي اللي موجوده في الملعب وده بينعكس بشكل كبير جدا خد بالك على اداء اللاعبين يعني اللعيبه تملي تقول لك ايه بتاخد روح المدرب يعني ده مثل في كره القدم لو مدرب هادي هتلاقي اللعيبه هاديه لو المدرب بالظبط النهارده لما يبقى مدرب بالحيويه والنشاط دي زي حسام وبالخبره والعقلانيه اللي هو بيحاول يوصل لعبته للمكسب 3 نقاط في كل مباراه اذا كانت محليه او دوليه او افريقيه فده طبعا شعور بيحسب لحسام من خلال شخصيته وحسام مرحله انتقاله من المصري انجاز مع المصري 3 سنوات وصل المصري للحاله اللي احنا شفناها قبل 3 4 ماتشات اللي فاتوا بيلعبوا سيمي فاينل افريقيا يعني بالظبط فالنهارده بيراميدز نقله لحسام هو بيحاول ان هو يفرض شخصيته من البدايه 3 بونت بكل مباراه لان هو عارف انه رايح في ماراثون على مربع في الاهلي وفي الزمالك وفي المقصه وهو فطبعا في منافسه قويه احنا ممكن نقول كمان ان يعني مش بيراميدز نقله لحسام بالعكس انا شايف ان هو بالعكس حسام حسن وابراهيم حسن لما يروحوا مكان بيدوله برضه انطباع بيدوله شكل وبيدوله محطه من ضمن المحطات اللي هو بيقدر كمان يجيد فيها فالنهارده في امكانيات ميدو عن المصري بيراميدز عنده امكانيات تقدر تساعد حسام في يناير يقدر كمان يقدر يجيب احتياجاته كمان اللي تقدر تزوده خلال الدور الثاني فانا عايز اقول النهارده تحيه طبعا لاحمد سامي وادائه الدفاعي المتميز زي ما شريف قال الضغط بشكل كبير جدا فانت بتوصل لمرحله خلاص الضغط ده بيخليك تغلط وده اللي حصل ان قدر بيراميدز النهارده يتفوق على الحدود نتيجه التكتل الدفاعي اللي حصل النقطه الثانيه زي ما قلت لك ان بيراميدز مع حسام مرحله انتقاليه عنده من اللعيبه المميزه عنده يمكن خط ظهر يمكن رجب بكار وعلي جبر واحمد ايمن منصور ومحمد مجدي ده خط ظهر ثابت عنده احمد الشناوي في حراسه المرمى عنده نص ملعب دونجا ومحمد فتحي وبعدين محمد فاروق وقفشه وكينو وناصر منسي يعني احنا شفناهم خلال الفتره الماضيه من الفرق الثقيله اللي موجوده بيراميدز السنه دي وفاجاتنا من بدايه الموسم النهارده عنده 13 مباراه فاز فيها 7 وتعادل 5 وتهزم مباراه واحده ولهم من النقاط 26 نقطه جاب 21 هدف وعليه 11
فده يعني مؤشر بيأكد ان بيراميدز يعني بيكافح وبيحاول يوصل لمربع من خلال الفترة اللي جاية. أكيد كابتن أسامة، يعني زي ما كابتن ماهر بيقول الفريق بيراميدز بيكافح، فريق طبعا يعني الدفع فيه كتير جدا، فلوس كتير جدا، جابوا لعيبة يعني لازم يبقى ليهم شكل في الدوري. لكن النهاردة أحمد سامي لما سألته في الآخر إيه سبب عصبيتك، قال لك أنا ما كنتش أستحق الخسارة. كابتن شريف قال إن هي كانت مباراة وان سايد جيم، يعني شكل وان سايد جيم، لكن احمد سامي قال ما كانش فيه فرص خطر. مش عارفين الفرقه بتاعت بيراميدز انها يبقى عندها التحركات الهجوميه اللي بتعمل حاله فعاليه. يعني كلهم بمنورات من بره عايزين يعملوا المثلث بتاعهم اللي على اليمين او اللي على الشمال اللي هو يعمل العرضيات عشان اي حد يقابل. ما كانش فيه اول تايم انك تحس ان الفرقه دي غير ان التكتل بس كتيره، بس الفرقه دي بتلعب بروح من غير فكر، من غير فنيات، من غير بعاد شويه النهارده كان على لابيرمتس الشكل اللي هو الهدوء اللي انت بتتكلم عنه اللي ترجم لك هدف واثنين وثلاثه في ظل فرقه بتدافع بس. هو ده اسلوب كابتن احمد. هو ده سؤالي ليك بقى، هل هو يعيبه ان هو كان بيلعب على التعادل زي ما هو كان نازل؟ لا بالعكس، احنا النهارده لو انت يعني انت لازم تشوف القماشه اللي عندك واللعيبه اللي عندك عشان تقدر توظفها داخل الملعب. النهارده لو هو فتح الجيم من اول مباراه يعني ممكن يلاقي صعوبه في الاول، فهو يمكن حتى احنا لو شفنا المباريات اللي لعبها قبل كده، المباراه اللي كانت امام الاتحاد السكندري كان بيقفل بشكل كويس، بيلعب دايما على خطا واحد خطا واحد ممكن عن طريق انطلاقات صلاح امين يستغل سرعته ومهارته في التهديف، او اسلام فارب مهارته انه يقدر يعدي او انطلاقاته من تحت، هي دي اللي بيشتغل عليها، ودايما الخطوط متقاربه، دايما خط الدفاع ورايح من خط النص، ودايما بيعمل الكثافه العاديه في الدفاع. جميل. هو ده اسلوب كابتن احمد سامي، وهو ده يعني اول ما مسك النجوم وهو شغال بيه وكسب بيه مباريات. لو النهارده فتح الجيم امام بيراميدز من الاول كان ممكن يلاقي صعوبه، لكن هو كان راجل بيتكلم في ابسط الحقوق يعني اللي تساوي المفروض بيها الفرق، وكانت حصل بيها مشكله قبل كده، هي مباراه بيراميدز والمقاولين العرب. كابتن علاء نبيل وقف في الملعب وما كانش عايز يلعب مباراه، ازاي تجيبوا لنا حكام من تونس؟ طب فين الخمس حكام اللي احنا بنشتغل بيهم في الدوري؟ خاصه ان في تونس كان برضو نفس الكلام ان الدوري بيتلعب بخمس حكام، فدي ابسط يعني ابسط حقوقهم. شفنا قبل كده برضو كان الاستاذ محمد طويله من خلال يومين قال طب بدل عايزين تجيبوا حكام اجانب ليه نستعين بحكام من تونس؟ طب ما يبقى حكام من اوروبا، بدل يعني انت عايز يعني تبقى انت يعني عايز تبقى في حكام ثانيه. فانت النهارده ابسط الامور لازم توفر للفرق يعني ده ابسط حقوقها او ابسط حقوق النجوم. لكن النهارده كاداء يعني لو احنا اتكلمنا كان بيراميدز هو اللي بيسعى اللي عايز ياخد الثلاثه بونت. طبعا الفلوس والامكانيات اللي اتصرفت على بيراميدز هو في الظاهر انت بتقول انا عايز اكون موجود السنه دي للسنه الجايه، لا هو السنه دي هو عايز بيفكر في الدوري. هو طبعا والدلاع كده النهارده شوف كميه التغييرات اللي اتغيرت في المدربين من اول الموسم. النهارده كابتن حسام حسن داخل ده ثالث مدرب في بيراميدز بعد اثنين قبل كده، واحد برازيلي وواحد ارجنتيني، النهارده حسام حسن موجود كمدرب ثالث. لا هو يعني ايه على الدوري. فحتى تصريح الكابتن ابراهيم حسن في المباراه اللي فاتت او المباراه اللي قبليها، كان المباراه اللي قبليها كان كسب على ما اعتقد الاتحاد السكندري، طلع قال لا ده احنا كده احنا هنفكر ان احنا ننافس على الدوري، هنفكر ان احنا نجيب تدعيمات في يناير. على ما اعتقد يعني تصريح ممكن يحط ضغط كمان على الجهاز الفني وعلى اللعيبه، يعني اللي عايز ياخد بطوله وكده لازم تبقى الامور هاديه، ياخد كل مباراه لوحدها، ما بفكرش لسه في بطوله الدوري، لازم افكر كل مباراه لوحدها. لكن عايز اشيد برضو بالكابتن احمد سامي. احمد سامي يعني من التغييرات، لو احنا اتكلمنا عن الدوري الممتاز السنه دي حصل تغييرات كتيره، لو احنا شفنا ابرز المدربين اللي عملت طفره في التغييرات بتاعتها هنتكلم على كابتن طارق العشري في حرس الحدود، عمل اضافه فعلا واضحه لحرس الحدود، هنتكلم على كابتن عماد النحاس في المقاولين اضافه لنادي المقاولين. الاضافه الثالثه اللي انا شايفها من وجهه نظري احمد سامي مع فرقه النجوم. لا خليني اقول لك على احمد سامي، النهارده لو طمع في فرقه بيراميدز وضغط عليها من اول كان ممكن يبقى له وجود احسن من كده في المباراه، انما هو عشان الفلسفه اللي انت بتتكلم عنها الشكل الدفاعي ده، فهو معرض ان بهذا الشكل وانه يقفل المساحات بتاعته وبيلعب الزون ديفنس ده ويبقى سايب لعيب واحد هو فيه تدعيمات وعايز يخطف في المباراه. ودايما احنا لو بنلعب بشكل هجومي نقدر نرجع للتعادل بتاعنا، انما الفرق اللي هي بتلعب على الكونتر اتاك اللي هي تكسب مره تحصل، بس مش هتحصل على طول يا كابتن، مش هتبقى هي دي طبيعه الفرقه.
لكن صعب عليك قوي انك انت تنافس مع جونه ووادي دجله بيلعبوا اوبن جيم ابسايد داون اه بيكسبوا ماتش وتعادلوا ماتش وتعادلوا ماتش يكسبوا ماتش انما ليهم وجود ليهم كالتشر ليهم واجهه كده ليهم شكل فهو بس انا ضده النهارده ان هو كان عنده فرصه النهارده في فرقه بيراميدز لو طمع فيها كان ممكن يحقق المكسب لكن هو نتيجة منطقية حسب طبعا حسب يعني شكل المباراة يعني. بس اكيد طبعا احمد سامي ليه حق يزعل على فرقته لانه كان بيلعب بتكتيك معين وكان عايز يخرج بالتكتيك دوت والكابتن شريف قال له انت تاخرت في التغييرات قال له انا كنت محافظ على شكل الفرقه بتاعتي وطبعا ده مش عيب ان هو محافظ على شكل الفرقه بتاعته لكن طبعا كابتن شريف دايما بيحب يلعب على طول راسين حرب مهاجم انتوا غرقانين عشان ما سمعوش كلام على طول اسمعوا كلامي هتكسبوا لكن انا عايز اقول لميدو المقصه وامبي يعني من افضل المباريات اللي اتعملت في الاسبوع ال 16 انت وديتنا في حته ثانيه خالص بصراحه يعني لان احنا دي المباراه دي يعني ما حصلهاش تغطيه يعني مباراة دي لا اتكلمنا احنا اتكلمنا مباراة تاني قصه وامبي من خلال قناه الاهلي لا بيلعبوا ايه يا ماهر ونبي الفرقتين دول بيلعبوا ايه رايحين يجيبوا كوره ورايحين يلعبوا جيب مفتوح على الجون 4 3 بقى 3 2 ليك يا احمد يا سامي 3 2 ليك يا حسام يا حسن 4 1 4 كل رايح حرس الحدود جايب 4 جوان اشدنا بالنجوم احمد سامي واشدنا بعماد النحاس وطارق العشري كمان عايزين نشيد بطارق بكابتن طلعت يوسف واضح ان في اسلوب واخد بالك تدوير في الشكل منظم في الدفاع بشكل جيد وبعدين عنده انطلاقات هجوميه بنشوفها في الثلاثي المرعب يعني موافي وجون انتوي وإيريك تراوي ده كمان حته لعيبه يا جماعه من اللعيبه محمد رمضان اللي طلع لنا محمد رمضان كمان لعيب على اعلى مستوى محمد وحيد كابتن الفرقه فانا شايف ان فعلا مباراه احنا كلمنا جبناهم على التليفونات والله لا 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 انت ما تتفرجش بقى عليه انا ما بتفرجش انت المفروض تجيب الكابتن ماهر كل يوم عشان ما يخشش في الموقف لكن 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 المباراه من المباريات اللي فعلا يعني كانت حلوه قوي من احلى المباريات في الدوري حقيقه دي حقيقه 4-3 دي صعبه قوي 4-3 اهلي وزمالك على طول 4-3 بدماغك وانت بتعملها وانا بطلع بهلل في الدنيا اهلي وزمالك على طول ما شفتنيش انا وانا في الاستاد كنت عامل 4-2 و3-0 و6-1 تاريخ حافل في الحته دي بلاش نجرح حد احنا ما بنجرحش احنا هو انت متكلم في التاريخ تجرح حد بص كل واحد ليه يومين بس احنا ايامنا كتير قوي الحمد لله ليك يومين بس بتريح فيهم شويه لا مش مريح يعني والله العظيم انا امبارح بعد بتفرج زعلت ان اللعيبه دي عايزه تعمل حاجه بس برضو العين في الشكل الهجومي وما عندكش انت مستشفى بس احنا بعد معاك حتى الراجل بينزل لك في اول 8 دقايق بيتعور حرام يعني انت طبعاً. بس مش عايزين ننكر يا كابتن شريف ومش عايز اجي على اللعيبه طيب ومش عايز اجي على الجهاز الفني اخد الحكم الدولي السابق كابتن ياسر عبد الرؤوف كابتن ياسر اهلا بيك ميدو حبيبي اخبارك ايه ازيك يا كابتن كله تمام يا كابتن اوعى تكون نمت حياتي لا صح والله تحياتي للكابتن شريف وللكابتن ماهر لكابتن ياسر منور يا كابتن ربنا يخليك اهلا بيك كابتن وطمنا سامع على الكابتن الكبير اخباره ايه زي الفل الحمد لله نحمد ربنا زي الفل ان شاء الله كابتن ياسر كان لسه معايا كابتن احمد سامي واشتكى من وجود 3 حكام مش 5 حكام اللي هي ماشيه في الدوري المصري واللي احنا بنشوفهم دايما في الدوري المصري مدى قانونيه الثلاث حكام هل يجوز ان كابتن احمد سامي يقول لا انا مش لاعب غير بخمس حكام ولا ده عادي وطبيعي في كره القدم تمام انت عارف المشكله دي يا كابتن حميد كانت اثيرت قبل كده في المقاولين بالظبط وهي بص قانونيا لا هي قانونيا ما فيهاش اي مشاكل اوكي تمام ولدرجه ان احنا ممكن لو في ظروف طارئه ممكن المباراه تتلعب بحكم واحد تمام يعني حتى الاثنين المساعدين مش وجودهم مش الزامي طب بس احنا العرف المشكلة اتفضل ولكن المشكله كلها في ايه ميدو احنا بنتكلم النهارده ان الدوري كله ماشي بنظام معين بالظبط احنا بنلعب بحكم واثنين مساعدين بالظبط وحكم اضافيين وحكم رابع بالظبط في بعض الاحيان يبقى وجود الحكم الاضافي مفيد وبعض الاحيان بيبقى فيه سلبيات هو اكيد مفيد عشان اتحاد الكره العالمي عمله فتره وبدات الاتحادات تغير وبدات تدخل فار يعني احنا بنحاول احنا نساعد الحكم بالظبط هو يقلل الاخطاء بالظبط فاحنا بنتكلم هنا في موضوع التساوي بنتكلم هنا في موضوع العداله بالظبط يبقى كل الانديه بتلعب بمسطره واحده وبمعيار واحد تمام هو ده اللي احنا بنتكلم فيه
تمام. النهارده مثلا كان في كوره على خط المرمى، يا ترى عدت يا ترى ما عدتش. لو كانت الكوره دي عدت وما اتحسبتش هتبقى مشكله كبيره، وكنا هنتكلم في وجود الحكم الاضافي. طبعا جابوها اكتر من زاويه عشان يشوفوها، عشان نتاكد فعلا يا كابتن شريف، عشان نتاكد ان كانت الكوره عدت ولا لا. فالحمد لله ان هي ما عدتش والامور مشيت، ربنا نجاها الحكم والمساعد بتاعه صح. طب وليه في العموم مع الخط في العموم في العموم المفروض ان العرف السائد في الدوري المصري او لجنه الحكام عامله 5 حكام، فلازم علشان يبقى في مساواه او مبدا المساواه زي ما حضرتك بتقول، يعني حتى يعني احمد سامي حاسس بالظلم، اللي قال انا حاسس بظلم النهارده كان المفروض الدنيا 5 حكام، لا 3 حكام. نفس الكلام ونفس الكلام قاله كابتن علاء نبيل بالظبط بالظبط بالظبط. طب وانا اتفق معاهم، عايز اعرف قانونيه لو رفض يلعب كل الماتشات وضع واحد بنظام واحد على كل الانديه، سواء انت لعبت بحكام مصريين او حكام اجانب. طب ايه السبب يا كابتن ياسر من وجهه نظرك ان فريق بيراميدز دايما بيجيب 3 حكام؟ لا هو فريق بيراميدز ما بيجيبش، هو فريق بيراميدز بيطلب حكام اجانب زيه زي اي نادي من حقه ان هو يطلب حكام. طب اتحاد الكوره ليه بيجيب 3 حكام؟ لان الجهه اللي احنا بنجيب منها او البلد اللي احنا بنجيب منها اللي هي تونس ما عندهمش حكام اضافيين. لا كان عندهم يا كابتن، كان عندهم يا اخي انتوا بتوفروا. لا عندهم 5 حكام، كاس تونس اللي فات لعب أيوة 5 حكام. أيوة نهائي كاس تونس الموسم اللي فات، حضرتك الموسم اللي فات كانوا بيلعبوا الماتشات المهمه بس والدربيات بحكام اضافيين، اما بقيه الدوري وبقيه ماتشات الكاس كانوا بيلعبوها. هو احنا يا كابتن ياسر في بروتوكول بيننا وبين تونس ان احنا نجيب منهم حكام بس وما ياخد منها حكام، ولا احنا ممكن نجيب من بلد بتمشي بنفس قانوننا؟ لا لا لا، هو في بروتوكول ما بيننا وما بين تونس اللي بقى فيه تبادل حكام. حتى احنا كان عندنا طقم من مصر بيلعب النهارده الترجي والنجم الساحلي، كان امين عمر وسامي هلهل واحمد لطفي كانوا بيلعبوا النهارده في الدوري التونسي. تمام، يعني 3 حكام الاهلي والزمالك الجاي تونسي بيروحوا ب3 حكام يا كابتن ياسر. احنا الطقم بتاعنا راح فعلا 3 حكام، حكم رابع اللي هو محمد حنفي. لا خلي بالك كابتن ياسر قال نقطه مهمه، الدوري التونسي بيتلعب ب4 حكام. كابتن ياسر قال نقطه مهمه، قال لك المباريات المهمه في تونس بتتلعب ب5 حكام. النهارده لما تجيب حكام لمباراه بيراميدز وافسي ده مباراه مهمه، طب انا ممكن استعين بحد. الكلام ده يا كابتن كان الموسم اللي فات يا امين، يعني السنه دي لا. لا السنه دي مفيش ولا ماتش اتلعب في الدوري التونسي بحكام اضافيين حتى لو مباراه مهمه. النهارده النجم الساحلي، بقول لحضرتك النجم الساحلي والترجي. اوكي اوكي كابتن شريف، الاهلي والزمالك تونس النهارده كانوا بيلعبوا بطقم مصري 4 حكام، كابتن حكام واثنين مساعدين وحكم رابع. كابتن شريف كان بيسالك هنجيب حكام تونس الاهلي والزمالك. انا والله يعني انا شايف ما بيضيفوش للدوري المصري، انا شايف كمان ان مستواهم يعني عادي جدا. وممكن يبقى في يعني برضه نفس المشاكل اللي بتحصل مع حكام المصريين بتحصل معاهم. حضرتك لو عايز تجيب زي ما النادي بيجيب لعيب محترف بيبقى سوبر، انت برضه لازم تجيب حكم اجنبي يبقى سوبر بالظبط، يضيف للمسابقه ويضيف للحكام. طب كابتن ياسر، يعني مبدا المساواه او تكافؤ الفرص ده ما يتحش للمدير الفني ان هو يقول لا انا عايز 5 حكام زي ما انتم بتعملوا في الدوري؟ ما هو الراجل برضه بيلعب في الدوري المصري اللي فيه 5 حكام، وهو مش مجبر ان هو يلعب ب3 حكام، وهو مش صاحب قرار ان هو يجيب 3 حكام، فليه اصلا عدم المساواه؟ يعني ليه احنا مش في دوريين مختلفين، احنا في دوري واحد بيلعب ب5 حكام. انا اتفق معاك واتفق مع كابتن احمد سامي واتفق قبل كده مع الكابتن علاء نبيل، وانا قلت الكلام ده قبل كده، الماتشات بتاعتنا نجيب فيها حكام يلعبوا بالنظام بتاعنا وبالرولز بتاعتنا، ده عشان يبقى ايه العداله اللي احنا بنقول ايه هي شعار من شعارات اللعبه بالظبط، العداله والفير بلاي بالظبط، لازم تبقى العداله موجوده على كل الناس. ده من ناحيه المساواه ومن ناحيه العداله، اما قانونيه المباراه فمباراه قانونيه ما فيهاش جدال. الكابتن اسامه هسألك سؤال بسرعه جدا، سؤال اخير يا كابتن ياسر، ايه رايك في الكابتن ابراهيم نور الدين؟ يعني تم عقابه بعد مباراه الاهلي والانتاج الحربي والاخطاء اللي كانت فادحه في المباراه، ان انا بكافئه وارجعه على مباراه زي الزمالك والبنك. هو رجع قبل الزمالك؟ لا هو لعب قبل كده مباراه واحده، لعب في كاس ماتش ولعب في الدوري برضه ماتش تاني، وبعدين لعب ماتش ودي في تونس ما بين تونس والمغرب، وبعدين لعب للزمالك. تمام كابتن ياسر عبد الرؤوف حكمنا الدولي السابق، شكرا جدا على هذه المداخله وهذه التوضيحات. انا كنت سالتني كنت قلت لك هو لاعب جميل ياسر، عارف يحل لا هو محلش، وقال قانونيه ان هو من عدم قانونيه، بس هو معانا على فكره، هو قانوني جدا ان هو يلعب بحكام، هو معاكم قال لكم قانوني ان هو يلعب بحكم واحد، فموضوع بس لو احنا بنتكلم بمبدا تكافؤ الفرص بنتكلم ان لازم ده في الدوري المصري، يعني ما راحوش بعيد. كابتن شريف يعني هبدا بيك عشان احنا وقتنا خلاص بدا يخلص.
الكابتن سيد عبد الحفيظ كان معاه على التليفون وكان بيتكلم ان في ثلاث محاور اساسيه بيتكلم فيها كابتن سيد عبد الحفيظ. في لعيبه هيشوفوا مين اللعيبه اللي هي قاعده في النادي الاهلي الفتره اللي جايه، بيتكلم على الناشئين والاستقدامات ليها خبرات من 24 سنه. خلاص احنا جبنا سن صغير فاحنا بنجيب خلاص لعيبه فوق ال 24. بنتكلم عن نيدفيد انت النهارده، انا شفتك كلمته شكرته جدا جدا. والجماهير احلى، انتوا عارفين احلى حاجه في الجماهير الاهلاويه ايه؟ ان هي لما تحس ان هي غلطت في حد تطلع تعتذر له على الصفحات عندهم، بصراحه حاجه جميله جدا. والحقيقه وقفوا قدام وجنبه وجابوا سيره اكرامي في الملعب حيوه تحيه كبيره جدا طبعًا يعني. طبعا الجماهير ما بتزعل، هي السند بتاع الفريق يا كابتن شريف، وانتوا طبعا مريتوا بتجارب كتير. دول لعيبه كبيره قوي يا كابتن ميتو. اكرامي ده لاعبون كويس. جميع اللعيبه اللي موجوده اللي ما بتلعبش، صبر رحيل لما بيطلب وبينزل في الباك ليفت بيأدي 60 70%، انما المباريات الثانيه بيبقى احسن. انما لو اتحلت الفرصه ان هو يبقى يلعب مره واثنين وثلاثه. حسين السيد ايام كان موجود وكان بيلعب في المنطقه دي كان بيأدي وبيروح وبيجيب جوال وبتاع. اللعيبه بتاعتك هي بس انت القوام بتاعك نفسه غير مكتمل. القوام في غير مكتمل يعني ممكن حسام عاشور امبارح انا شايفه موت نفسه الحقيقه. هشام محمد بيحاول يعمل ويعمل الان بتوين للباك رايت اللي موت نفسه اللي كسبناه امبارح. فانت عندك حاجات عندك حاجات بتتسابق. الشيخ كان كويس. عرفت بقى لما قلت لك انت جداً. يوم ما هتوصل من ناحيه اليمين يا كابتن وناحيه الشمال ما بتلاقيش الزياده العدديه اللي موجوده ان الكره تيجي من كريم نزلت بالعرض والجون فاضي وتحطها ببطن رجلك بس في الجون. عرفت ان ما فيش هنا، ودايما بطالبك ان لازم يبقى عندك هجوم وعندك اثنين وثلاثه تلعب بيهم. والله العظيم يا كابتن شريف انت لا عرفت ليه انا بطلب كده؟ مقتنع. حضرتك عايز زياده عدديه موجود، حضرتك عايزها اثنين فراوله. لا عايز بقول لك انت عايز زياده عدديه غير كده، بس عايز حاجه واحده قول لي. انا عايز المدير الفني الموجود دلوقتي والجهاز الفني يثق في نفسه، هو يثق في رؤيته هو. ملوش دعوه بالظروف يا كابتن اسامه يا كابتن ماهر، ملوش دعوه بالظروف اللي حواليه، هو يدور التدويره يا كابتن. بص اللعيبه شكلها ازاي، اللعيبه طبعا تاخد منهم ازاي. اللعيبه انت عارف النهارده تلعب، خلي بالك الوحيد اللي قادر يطلع اللعيبه من الموقف ده هم اللعيبه، لا الجمهور يا اسامه. ما هو الجمهور احنا اتكلمنا في موضوع الجمهور وقف وقفه عالميه بصراحه، بس انا بتكلم في الملعب. اللعيبه يعني هي انت محتاج مكسب مباراه ان شاء الله، يعني المكسب هيديهم انتعاشه، كل واحد يعني ثقته هترجع تاني بنفسه. انا نفسي عشان. انا نفسي بجد نفسي الجمهور يدخل التتش يدي للعيبه دي الدفعه بتاعتهم بقى. الجمهور بقى انت عارف الجمهور اللعيبه دي حاسه بالمسؤوليه على فكره. انت فاكر انا كنت اسمع الجمهور وهو بينادي لك كان بيعمل فيك ايه؟ كان بيطلع فيك حاجه ولا احسن مدرب في العالم يطلعها. ميدو انا عايز استاذنكم بس عايز نتكلم في الجزئيه ديت، نرجع للتاريخ بس ورا شويه والمواقف اللي حصلت للنادي الاهلي يمكن من ايام الكابتن محمود الخطيب. انا يمكن ذكرت في بدايه كلامي كده واخد بالك، وما قلناش الاسباب ايه؟ يعني احنا المواقف دي مرينا بيها كلعيبه وكاداريين وكمدربين وكمسؤولين في النادي الاهلي. يعني هنرجع ليمكن مجموعه السبعينات، احنا كنا خسرنا قبل كده من الزمالك احمد عبد الحليم، هدف احمد حليم بفتكره شريف وعبد الرحيم محمد، وكان نهى الدور الاولاني الزمالك فارق عننا بثمان نقاط. كان الكابتن حسن حمدي مدير كوره، خدنا الدوري مظبوط. كان الكابتن حسن حمدي مدير كوره حصل. انا عايز اقول لك بجيب لك العوامل والمواقف اللي مرت بينا بس عشان نطمن جمهور النادي الاهلي ان دي مرحله بس انتقاليه للنادي الاهلي، ثم يعود فيها ان شاء الله من خلال الكلام اللي احنا هنقوله اذا كنت انا او اسامه او شريف. كابتن حسن حمدي كان مدير كوره وقتها، ويمكن احنا بعد المباراه لو تفتكر شريف رجعنا اوضه اللبس واتقفل علينا. هو يمكن الكابتن حسن حمدي قال كلمه واحده، انتوا عايزين ايه المرحله اللي جايه؟ فاحنا كلنا قلنا عايزين الدوري. فقال طب الدوري كان كولوتشاي اللي هو المدير الفني، قال الدوري هيجي رقم واحد اليوم الكامل من بكره الساعه 7 الصبح. جميع اللاعبين موجودين صباحا ومساء، 7 صباحا متواجد وهتمشي 7 مساء. نمره 2 اللعيب اللي بكره هيجي 7 و5 هيبقى راجل مش موجود معانا. نمره 3 كل المباريات اللي جايه كؤوس. هو فتمار عايز يوصل لك، انا عايز اوصل لك ان في عوامل ودوافع. التدعيم بتاع الكلام اللي هو قاله يعني بيدعم لك كلامك ان اللعيبه نفسها تقدر جاهزه الاداريه والفنيه الرابطه اللي هي تقدر. واخد بالك انا عايز اقول لك، عايز اطمن الناس ان سيد عبد الحفيظ نفسه مر بهذه المواقف كتير. مع الكابتن حسام البدري، محمد يوسف كمان. انا هقولها لك، انت عارف انت يا كابتن ماهر كانت على ما اعتقد في 2010 بالظبط، كان فارق 2010 جدا. لا ده كان
كان موجود على ما اعتقد الكابتن حسام ومشي بدري. جه الكابتن عبيد عبد الشافي تولى في 5 مباريات كانت سموحه على ما اعتقد كان انبي كان الزمالك يعني كان في 5 مباريات جالنا مانويل جوزيه بعديها كان الزمالك فارق عننا ب6 بونت بدانا نشتغل دخلنا الدوري الحمد لله فنشنا في اخر الدوري وانت واخد الدوري بفرق 7 بونت فانت خلي بالك يعني التاريخ ذكر مواقف قبل كده كتير بس انت محتاج 5 6 ماتشات اللي انا بقول عليهم في شهر 12 ده لازم يبقى فيه تكاتف بقى من كل اللعيبه من الجماهير لازم اداء ما ينفعش ان انا حتى في مباراه اطلع انتقد اللعيب حتى لو انا عارف مقصر بس انا لازم افكر تفكير ايجابي النهارده انت هيتم التدعيم في شهر يناير طب استنى ليناير ان انا اقعد اصدر طاقه سلبيه للعيبه واقعد انتقد اللعيب لا يا اسامه انت لازم تقول الكلام ده تحتيه 1,000,000 خط أيوة لان ده المفروض يتعمل وده المفروض الجماهير بتاعتنا والجماهير بصراحه بداوا وانا كلمتهم قبل ما خلي بالك الجماهير يا كابتن ميدو الجماهير طبعا حقها واحنا كمان بنزعل طبعا لما خسرنا في نهائي افريقيا او خسرنا في المواليد كلنا بنبقى قاعدين في الاستاد احنا قاعدين هنا حاسين بالايام دي ازاي ان انا حاسين بالمواقف دي ازاي ان انا 6 مرات دول اطلع بيهم بر الامان كده احنا بقى عشان نطلع بيهم واسامه عشان نطلع بيهم روح الفنانه الحمراء يعني اللعيبه لازم نتكلم انا وانت وماير وميدو بلسانهم هم بالاحساس بتاعهم احنا لا نطيق ان احنا على نادينا انه يخسر او يتعادل ما احنا عارفين القصه دي ولا الجماهير لما نكمل من الجماهير الجميل قوي ان هي حاسه بالمشكله حاسين قد ايه الغيابات الموجوده لانه صاحب البطولات بطلب يا كابتن ماهر حاجه واحده من الجهاز الفني دور اللعيبه اللي تحت ايديك دي بالشكل الصحي اللي انت شايفه ما تجاملش حد ولا تعمل لو انت سيد و يوسف كابتن يوسف شايفين ان استعانه بالناشئين باحمد حمدي والناس اللي تحت و واحمد ياسر ريان والناس دي وتاخد التجربه في ال6 ماتشات خلاص والدنيا دي وربنا هيدي لك انا عارف وعندك الجواهر اللي انت بتتكلم عنهم الخبرات اللي موجوده عندك بس ادي للولاد اللي هم الشباب اللي قدروا يقفوا اللي زي ما عمل كريم نزل رايح جاي يا اسامه بيعمل عرضيات بيلعب واخد على قلبه مسؤوليه الغيابات اللي موجوده كلها كريم نيدفيد يا كابتن شريف لعيب كويس جدا وامكانياته كويسه لكن دايما الظروف اللي بيلعب فيها او بيتم الدفع ظروف صعبه انك تلعب في نهايه ترجي في نهايه افريقيا تلعب في معرفش وانت خسران لو هو الفرقه مكتمله وبياخد فرصه تبدا تتفرج على كريم نيدفيد بس انا عايز اقول حاجه يا شريف اللي هيساعد الظروف دي ان مع الاسف ان اللعيبه الخبره اللي موجوده في التيم حصل لها اتضربت موضوع الاصابه اثرت علينا بشكل كبير جدا يعني النهارده لو موجود احمد فتحي وموجود علي معلول وسوليه وسوليه وموجود حسام عاشور واجاهيه وازارو وليد تاكد ان ما كانتش الظروف دي هتبقى موجوده لا لا لا. خلال هذه الفتره لكن احنا حظنا برضك مش محظوظين يا شريف خصوصا الاصابات اللي ضربت النجوم دول بشكل جيد لكن عايزين مش عايزين نقلل من قيمه هؤلاء اللاعبين لان هؤلاء اللاعبين برضك خد بالك صغار السن لكن المطلوب منهم يبقى المجهود مبذول اكتر من كده يا شريف يعني انت يعني عايز اقول لك ايه في اوقات بتحس انك بتمشي بلغه الكوره احنا عايزين 90 دقيقه اللي احنا اتعودنا عليها جمهورنا ورانا يحرك الصخر اللعيبه دي 90 دقيقه يا شريف لازم تحس بتعب لازم تحس بقلبها بيوجعها لازم تحس بالمسؤوليه لازم تحس ان في جمهور وراها يعني هيموت تحس ان في اهلاويه موجوده احنا بعد مباراه المقاولين خد بالك ناس كتيره جدا يعني نامت مكتئبه تحس ان مصر ظلمت فنرجو من اللعيبه خلال الفتره اللي جايه مع الجهاز الفني مع الجمهور ان احنا نرجع تاني نروح الفنانه الحمراء مهمه قوي بشكل كبير قول لي مهمه قوي بقى قول لي بقى عدم النظر للناس اللي هي مصابه يعني كل شويه يجي واحد يقول لي هو رامي ربيعه فين؟ هو محمد نجيب هيجي امتى؟ هو انت عايز واحد اجايه قدامه قد ايه؟ انا اجيب ازاي يا جماعه احنا بنفكر بالفكر ده؟ ده وقت لما ربنا يأذن له ان هو هيبقى سليم ويرجع للملعب او هيتدرج لغايه ما يجي، الكلام ده هياخده 2 3 شهر يا جماعه. احنا من ال2 3 شهر هنعمل فيهم ايه؟ هنتكلم على الاصابات بتاعتنا ونتكلم في اللعيبه زي ما انتوا قلتوا هي اللي هتقدر تقف الوقفه الكبيره قوي وكل التدعيمات موجوده على الحقيقه وكل واحد موجود في النادي من مدربين للاعبين لناشئين لازم تظبط بقى الايقاع شويه، تظبط مع نفسك يعني. والفرج جاي باذن الله اللي هو عندك حته كمان احنا ما بنتكلمش عنها التوفيق وعدم التوفيق، انت غير موفق. انت حتى الكره اللي بتروح بيها لا تدرجم.
لو الكرة عايزاك التوفيق أو التوفيق بيجي يا كابتن شريف. وليد امبارح ممكن يخلص لك الماتش قبل ما يجي فيه التوفيق بيجي يا كابتن شريف من التعب. أيوة. من الوصول للمرمى. أيوة. مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بعد كده ربنا سبحانه وتعالى، لكن بوصل بمره والتركيز. او مرتين وبعدين اقول مفيش توقف والفوهان في الملعب صعب جدا وما اعتمدش على اللعيبه. النقطه الثانيه كمان مهمه جدا يا جماعه بلغه الكوره ميدو، لازم يبقى في حرمان بالنسبه للعيب، حافظ على نفسه كويس قوي، لازم يتغذى كويس قوي، لازم ينام كويس قوي، لازم يحط في. انا عجبني ناصر ماهر قوي يا كابتن ماهر امبارح، ناصر ماهر ده عجبني جدا، عمل نقل للحركه كبير، بيعمل مناورات وده لسه راجع من الماتش وبياخد الاحساس بتاع الشيخ كويس. ناصر الشيخ بيحاول يا عيني في الكور اللي بتجيله، بس مجهوده والحاله البدنيه بتاعته مش مدياله لسه، عايز لسه يهين نفسه شويه في الحته. مش عم مش عايزك يا عم شيخ، معلش يا جماعه احنا بنتكلم مع لعيبه واخواتنا صغيرين، مش عايزك انك انت تعمل الحاله الدفاعيه اللي بترجع فيها، لا خليك مركز بقى وابعت لي بقى بشمالك والحاجات دي زيك زي وليد باذن الله هتوفقه باذن الله ماتش بتروجيت واحنا كلنا معاك ان شاء الله. هايل يا كابتن، هايل والله، والله انا مبسوط منهم. بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك ان انت معانا ودايما كده منور، ربنا يخليك حبيبي كابتن. شكرا ليك، شكرا حبيبي كابتن اسامه، شكرا كابتن، شكرا جدا ليك. خلي بالكوا حاجه مهمه جدا انتوا ناسينها وانتوا ليكوا دور كبير جدا فيها، النادي الاهلي بيلعب ب 50% من قوته، انتوا ال 50% الثانيه، انتوا لما بتملوا المدرجات النادي الاهلي دايما بيكسب، فخليكوا كده ورا الفريق واكيد الفريق هيرجع وهيرجع بسرعه جدا. كلمه بس لكل رجاله النادي الاهلي ايا كان هو مين، كل اللعيبه في النادي الاهلي رجاله بلا استثناء، اوعوا تنسوا روح الفانيلا الحمراء. تصبحوا على خير.